ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ Hello.
وَبَاتِنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى رَبَّنَا اغْفِرْ أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ اللهم نظر قلوبنا بالمعرفة اللهم لجل قلوبنا بالمحبة اللهم وفقنا لطاعتك اللهم أكرمنا على إطاعتك أنت ولينا في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم إني أعوذ بك من الحر بعد الحر ومن دار الأهل ومن منبر في الأهل والمال بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم إنك أنت العفو تحب العفو واعف عني يا أرحم الراحمين مبارک صبح کی نماز پڑھ کے ایک سو مرتبہ درود شریف ایک سو مرتبہ یا حی یا قیوم درود شریف بڑا وظیفہ اللہ کا ذکر ہے اور ساری عزت کی بنیاد ہے کہ ہماری چر عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و اپنانا آپ کے خدمت جواب کے کسی اوپر بھی خراب ہوتی ہے دینا ہے تھوڑا No, you're all right.